مشاهدي قناة شوف تيفي، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في مباشر جديد من مدينة الدار البيضاء، وبالضبط من قلب مقبرة الغفران. كيف ما كيعرفوا جميع المغاربة ان يوم الجمعة هو معروف واحد اليوم يعني اللي هو يوم ديني، واللي كيقوموا به جميع المغاربة بزيارة الموتى ديالهم، رحم الله كل الموتى. زيارة القبور هي واحد العادة عند المغاربة منذ القديم، تنجيو تنزورو الموتى ديالنا، كنترحموا عليهم، تنصدقوا عليهم، تنبردوا ديك النار اللي كتكون شاعله بعد الفراق ديال هاد الحباب، يا والدينا يا خوتنا يا صحابنا. ولكن للاسف الشديد بعد هاد الوباء وهاد الجائحه ديال كورونا ما بقيناش كنقدروا نقوموا بهاد الزياره، وحتى الجنائز ما بقاوش. بعد ما تصنفات مدينه الدار البيضاء في المنطقه 2، بعض المواطنين مازال ما فهموش ما معنى اننا في المنطقه 2، راه باقي عندنا نفس القيود ونفس الشروط. حاولوا انهم يجيو اليوم وبكثره من اجل زياره موتاهم، الله يرحمهم ويوسع عليهم ضيقات القبور، ولكن السلطات بجميع مكوناتها، الدركم الملكي والسلطات الامنيه، اعوان السلطه، القياد قايمين بالمهام ديالهم وكيقوموا بمنع المواطنين وتحسيسهم وتوعيتهم، كيقوموا بتوعيتهم وتحسيسهم بانه ممنوع لحدود الساعه. راه ما كاينش شي حاجه كتقول اننا ممكن اننا نزوروا الموتى ديالنا، بان المقابر مازال سارين عليها الشروط والقيود لحدود الساعه. اكيد دور السلطات دائما كيكون هو دور تحسيسي توعوي قبل ما يكون زجري. الشكر موصول لهاد الناس. اللي كتحاول انها تؤدي المهام ديالها، ودائما هي في الصفوف الاولى لمواجهة هذا الوباء. الشكر لرجال الامن، لرجال الدرك الملكي، للقوات المساعدة، للقوات المسلحة الملكية، الأعوان السلطة، للسلطات الأمنية بكل مكوناتها اللي كتحرص على عملية التوعية والتحسيس ديال المواطنين. رحم الله كل الموتى، الله يرحم موتانا وموتى المسلمين. أكيد إن شاء الله هذه ما هي إلا سحابة عابرة، وغترجع المياه لمجاريها، والصدقة راه كتوصل والرحمة كتوصل، راه نقدروا نترحموا على الموتى ديالنا من البيوت. الصدقات راه كتوصل ولو تكون بعيدة. للأسف شديد بعض المواطنين مازال ما واعيينش بأن باقي في وباء كورونا، ومازال كاينة خطورة الوباء. ما كاينش تعليمات لحدود الساعة أننا ممكن أننا نزوروا الموتى، لازلنا في حالة الطوارئ الصحية، وكاينين تدابير اللي اتخذتها الدولة المغربية بكل صرامة، يجب الالتزام والحفاظ عليها. خصنا نكونوا مسؤولين. الله يحفظكم. أكيد الإنسان راه كيبرد، كما كنقولوا كتبرد ديك النار ملي كتمشيو للقبر وكنزوروا الوالدين والحباب، ولكن الصحة أهم. فشكرا للسلطات الأمنية على المجهودات الجبارة اللي كتقوم بها، وللدور ديالها تحسيسي وتوعوي قبل ما يكون زجري. وأيضا شكرا للمواطنين على الوعي ديالهم اللي كيتجاوبوا مع السلطات واللي تفهموا. ايضا شكرا لرجال الدرك الملكي اللي كيحاولوا انهم يخفوا الطريق باش ما توقعش واحد العرقله في السير وفي المرور. زادت اليوم 44 حاله وحاله وفاه واحده للاسف الشديد، وهذا يعني كافي اننا نلتزموا بتدابير الاحترازيه اللي اتخذتها السلطات المغربيه بكل وطنيه ومسؤوليه. Thank you.
البلاغ المشترك الأخير ديال وزارة الداخلية ووزارة الصحة، لازال ممنوع فيه الجنائز والأفراح والأعراس، وخصوصا في المنطقة 2، يعني المنطقة 1 كاينين واحد تخفيفات نوعا ما، في المنطقة 2 كاين واحد الفرق، واحد أننا عوض ما كنا كنسدو مع الساعة 6 أصبحنا حتى الساعة 8، ولكن راه التدابير الاحترازية والشروط اللي كانت مازال هي، يعني التنقل ضروري، ورقة استثنائية اللي كنا كناخدو من عند القيد، وهذا الشيء كله قابل للتغيير كل أسبوع على حسب الحالات الوبائية، أي أننا لازلنا في حالة الطوارئ الصحية، وأن الدولة من حقها تدخل في أي لحظة، وهذا الشيء ليس باستبداد ولا ديكتاتورية ولا تسلط، وإنما هذا من صالح العام، أكيد من صالح المواطن المغربي وصحة المواطن المغربي اللي هي أهم من أي شيء. فأرجوكم الالتزام والتعاون مع السلطات الأمنية، اللي أكيد تهما كيديروا الخدمة ديالهم. راه هاد رجل السلطة ما عنده حتى مشكل انك تدخل تزور واحد من حبابك، اكيد ما كرهش حتى هو، ولكن راه حتى هو كيطبق واحد التعليمات اللي خصنا نتعاونوا معاهم فيها. نعم، زيادة ديال 44 حالة وحالة وفاة جديدة حسب بلاغ وزارة الصحة. أكيد أن البيضاويين كنظن ما عارفينش راسنا، رحنا باقيين في المنطقة رقم 2، وهذا هو السبب اللي خلاهم أنهم يجيو يزوروا. نسأل الله العفو والعافية. أكيد الأخت ليكسبات راه عينا أختي، أكيد الله يحسن العون. طبيعة الحال راه بنادم غير عيار، ماشي سهلة، ولكن كتبقى صحتنا أهم من أي حاجة. رحنا ما زلنا في حالة الطوارئ الصحية، الطوارئ الصحية اللي كتعني أن الدولة من حقها أنها تدير أي تدبير في الصالح العام. ومن التدابير اللي كانت خدات الدولة هي عدم تجول ما بعد الساعة 6، وضع الكمامة، التعقيم، مسافة الأمان، إغلاق المساجد، إغلاق المقاهي. من بعد بدأت تخفيف شوية، وأيضا شوية بدينا كنتخفوا، بدينا المقاهي كتحل أمبورتي، بدأوا الأماكن يعني المحلات كتفتح، بدأت الأنشطة الصناعية كترجع شوية بشوية، وهذا الشيء كل شيء على حسب الحالة الوبائية ديال كل منطقة. الأخ اللي سول شحال ديال الوفيات، كاينه حالة وفاة وحدة، الله ينجينا وينجيكم. وهذا هو الفرق ما بين الحظر الصحي وحالة الطوارئ الصحية. الحظر الصحي هو واحد التدبير اتخذته الدولة في حالة الطوارئ الصحية، كما اتخذت عدة تدابير كيف ما قلت، منها وضع الكمامات، تعقيم، مسافة الأمان، إغلاق المقاهي، إغلاق المساجد، والحظر الصحي. إذا هو واحد التدبير اللي كيجي في هذه حالة الطوارئ الصحية. وحالة الطوارئ الصحية هي عدة تدابير كتخذها الدولة المغربية من أجل صالح المواطن المغربي بكل تأكيد.
هذه هي حالة الطوارئ الصحية، ولحدود الساعة في المغرب مازال في حالة الطوارئ الصحية، أي أن الدولة المغربية من حقها أنها تتخذ أي تدبير من شأنه أن يحافظ على صحة المواطنين المغاربة. ومن بين التدابير منع الزيارة ديال القبور مثلا، منع الصلاة في المساجد، وللعديد من الناس كيتسائلوا علاش منعوا المساجد وما منعوش المقاهي وما منعوش المحلات، لان في المقهى تقدر تقول لواحد ياخذ اومبورتي ويمشي، في المحل التجاري تقدر تقول له دخل 3-4، ولكن صلاه الجماعه من الشروط ديالها هو الكتف على الكتف، ما يمكنش لك تقول لواحد في صلاه الجماعه دير مسافه ديال الامان باش تصلي، وبالتالي ما يمكنش لينا نفتحوا المساجد الان. اذا مشاهدي قناه شوف تي في، شكرا لكم على تتبعكم، كنتم معنا من قلب مقبرة الغفران في اليوم الجمعة، رحم الله كل موتى المسلمين، إلى اللقاء في مباشر آخر إن شاء الله.